يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع. فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجل